الموت الموت لأمريكا. Hamas, founded in 1988, is designated by the United States and European Union as a terrorist organization. Over the past few years, Hamas terrorist attacks and actions have made news. A week before fighting erupted in Gaza, Hamas's leader from Damascus put an end to a short-lived truce with Israel. This, in their own voices, is Hamas. ستفتح روما كما فتحت القسطنطينية وإذا كانت اليوم هي عاصمة الكاثوليك أو الصليبية التي أعلنت عزاءها للإسلام ليمنع نهضة الإسلام من جديد ستكون عاصمتهم نقطة متقدمة للفتوحات الإسلامية التي تمتاح في أوروبا كلها ثم تلتفت إلى الأمريكتين بل إلى أوروبا الشرقية. أنتم الأعلى. Hamas leaders call for the annihilation of Israel and of all Jews, for death to and annihilation of America, and for the Islamic conquest of the world. أيها الأمريكان سيعاقبكم الله لأن يعلن الله الحرب عليكم يا أكلي الربا. أطلقوا العلم الأمريكي بفضل الله سبحانه وتعالى. ميتوا كل التحركة إلى المقاومة الأفغانية في أفغانستان التي تمرق أنفع جيش أمريكا. أنكم وكأن الذي قتل يهودي واحد كأنه قتل 30 مليون يهودي. المسلمين لثأرا لا والله لن ينقضي على يهود هنا في فلسطين. هذا من أروع ألوان البركة الحقيقية لفلسطين. الله أكبر من أمريكا وأكبر من القوى العظمى. ونقول لهذا الغرب ستهزمون والله. والأمة العربية والإسلامية اليوم صاعدة ناهضة سوف تستعيد زعامة العالم. لا بد أن نقول إن فلسطين من بحرها إلى نهرها أرض الإسلام، وإن إسبانيا الأندلس أرض إسلام، وإن البقاع الإسلامية يوما ستعود إسلامية، بل وإننا سنصل ما بعد هذه الدول التي ضاعت في زمن ما، ونبشرهم بأننا على موقع. وعد النبي عليه الصلاة والسلام أنها ستفتح القسطنطينية. اسطنبول فتحت.
ونقسم عليه أنه سيكون. لا نتردد ولا ريب عندنا في ذلك.